الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نجرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نارا تكبير الله نارا رسالة جناب میں اور کی آکھاں جو میرے ابو نے آکھاں کہ تو لاکڑی بدل میں کی کراں ادیب لانگ ضلع لکی مروا صوبہ سارا دکے 409 دانش نام ضلع خانہ وال دراواں دی جوڑی پیچھے جناب